مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة. في واقعة غريبة من نوعها، قام مواطن بإنقاذ مطعم من السرقة في مدينة جدة مساء أمس بعد قيام أحد موظفي المطعم بالسطو على الكاشير، ليتفاجأ بعد ذلك بوجود المواطن سعد عيد فور محاولته الهرب، حيث قام سعد بإيقافه فورا وإعادة الأموال إلى المطعم، الأمر الذي أثار عاصفة من الإعجاب بسعد في مواقع التواصل الاجتماعي. معنا في استوديو الرابعة بطل هذه الحادثة سعد عيد. حياك الله يا سعد. أهلا سعد. أنا أحب أحيي الجميع، أحب أمي من هذا المكان ما شاء الله. طيب خلينا أبدأ بشعورك في هذه اللحظة وانت تشوف حادثة السرقة تصير قدام عيونك. والله أنا أخذتني أول شيء الوطنية والمكان، يعني حسيت أنه في شيء غلط قاعد يصير، شايفه. أنا شفته دخل المحل، شايفه أنا بعيني قاعد براقبه من بعيد، عرفت، بس قاعد استناه لين هو فجأة باغتني بالحركة السريعة والخروج الغير مألوف، مرة بسرعة خرج في المكان. فايش اللي صار وقتها؟ أنا الآن لازم أعطي ردة فعل سريعة طبعا أكيد، فقررت كده إراديا أعطيها قبضة النمر معاها. قبضة النمر؟ إيش هي قبضة النمر؟ قبضة النمر أنا ما شرحت لك، معلش. أنا أمارس فنون قتال زي الجودو والإيكيدو والإم إم إي. قبضة النمر هي كده تواجه الخصم معايا أنت، صح؟ تواجه الخصم هو هنا وأنت تواجه، تعطي هذا، تشد الباي يصير شكلها زي الجي، عرفت قصدي؟ بعدين تعطي يصير الضربة الضربة تكون موزعة، بس يعني شكلها صعبة شوية، يبغى لها مع الممارسة تجي هي. أنا شاكر ومقدر وجودك معنا. أنا بس حاب أضيف إضافة لو سمحت. أنا مشكلتي انه انا جوالي مكسور، شوف لو تلاحظوا يا جماعه جوالي مكسور، في اثر اندعس بسياره، مشكله طويله، ماني قادر اتصفح، ماني قادر اقرا مشاكل وهموم الناس اللي اقدر احلها. فبصراحه طيب. الايفون 6 اس عاجبني انا، عرفت، ما شاء الله. اوكي، والعيشه عجبتني هنا الصراحه. لو في انا شوف، انا هذه ما هي شحاذة ولا هي، يعني بالعكس انا بحاول اساعد واقرب من الناس ان شاء الله اكيد، وان شاء الله بيساعدك. فانا ما بفله، عارف، ابى دوبلك صغير. شكرا. ويا ريت تطلعوا هنا كذا الحساب التويتر وحساب الانستغرام، عرفت. ويعني شكرا لك، الله يعطيك العافية. ممكن أعطي دروس في الأيكيدو.